مشكلة جديدة لمحمد رمضان والمرة دي مع مضيف الطيران. خبر يهمك مع أحمد متابع. مساء الخير عليكم. النهاردة هنتكلم في موضوع محمد رمضان وكالعادة بيخلق مشكلة جديدة كل فترة عشان ياخد الترند. إيه سر بقى الكلام ده وليه كل فترة بيطلع كده في وقت معين يعمل مشكلة عشان يظهر وعشان يبقى البحث عنه كتير في السوشيال ميديا وعشان يطلع ترند؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. وليه بيعمل الطريقة دي قبل كل عمل بيعمله او قبل كل اغنية او قبل كل فيلم او مسلسل بيعمله؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. لو انت اول مرة تدخل قناتنا اتأكد انك عامل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اللي جاية. وكمان منساش تقول رأيك في الكومنت عشان تدعمنا الفترة اللي جاية. السؤال دلوقتي ليه محمد رمضان بيطلع كل فترة يعمل مشكلة؟ وطبعا شفنا مشاكل كتير جدا الفترة اللي فاتت، منها مشكلة التيار ومنها مشكلة التصوير مع شخص اللي هو الكيان الصهيوني ومنها موضوع عربياته والتفاصيل كلنا عارفينها دي. محمد رمضان المرة دي مشكلة جديدة مع مضيفة الطيران. المرة دي المشكلة مع مضيفة الطيران زي ما شفنا كلنا الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا ومحمد رمضان نايم في الطيارة وطبعا بيفتح الكاميرا الموبايل وبيصور وتعرف مشغل طبعا الاغنيه الجديده بتاعته اللي هي لسه هتنزل ومضيفه الطيران بتحاول تغطيه او بتغطيه يعني يعني محاف او حاجه فهو بيصورها. يعني دي طبعا انتهاك لخصوصيه البنت دي او مضيفه الطيران دي. يعني محمد رمضان عمل الكلام ده وزملاء كتير من يعني زملاء كتير في المجال انتقدوه بسبب ان كل شويه يطلع بمشكله جديده، كل شويه يطلع بحاجه جديده. لكن هتكلم في الفيديو ده ليه محمد رمضان بيتعمد ان هو يصير مشاكل قبل كل اغنيه او قبل كل حدث بيعمله؟ هل ده بيكون سبب في نجاح الاغنيه ولا محمد رمضان كده كده نجح ومش محتاج ان هو يصير دجل او مشكله قبل كل الاغاني؟ الحقيقه ان الموضوع ده او الطريقه دي متبعه من زمان جدا، يعني مش محمد رمضان اول شخص يعملها، كان في زمان جدا او يعني زي ما بنقول كده ايام الزمن الجميل بعض المطربين كانوا بيعملوا ده، كانوا بيحاولوا قبل كل اغنيه او كل شريط ينزل يعملوا ضجه او يعملوا مشكله عشان او قبل فيلم طبعا او مسلسل على حسب طبعا الفنان. يعني كان قبل اي حاجه يصير مشكله عشان يبقى على لسان الناس والموضوع يتداول ويبدا الناس يهتم بيه والكلام ده. اي نعم زمان ما كانش في سوشيال ميديا ولكن كان يعني الناس عارفاه والناس يشوفه فالناس يروحوا له مثلا فيلم يجي يشتري الشريط بتاعه وهكذا. انما بقى في عصر السوشيال ميديا محمد رمضان بيستخدم نفس الطريقه ولكن بذكاء، كل فتره كده يروح طلع لنا باغنيه هوب قبلها على طول يكون في مشكله، يكون في ضجه، يكون في اي حاجه كده عشان ايه يعني الناس تبقى تهتم، يطلع ترند، اسمه يبقى موجود، البحث كتير يبقى عليه، فهوب الاغنيه اول ما تنزل على طول تطلع ترند اول. زي بالظبط حمو بيكا وبتوع المهرجانات كده لما بينزلوا فيديو قبل الاغنيه ما تنزل إيه اللي هو اكن حمو بيكا مش عارف يقول الكلمه وكل الكلام ده طبعا يعني ده زي تسويق كده بس ايه من على المتغطي. محمد رمضان لسه حتى ما خلصش من مشكله ابو اليسر طبعا يعني الطيار اللي كان حصل المشكله وصور في الطياره يعني ونزل التصوير ده في فيديو على كليب بتاع محمد رمضان وده اللي تسبب في فصل الطيار ده مدى الحياه. المره دي بقى مع مضيفه جديده، طبعا مضيفه واضح ان هي مش مصريه، واضح ان هي اجنبيه، ولكن محمد رمضان يعني ايه استغل ده يعني طبعا مش هتتكلم يعني ولكن ده اللي اثارت ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا. ايه يا عم انت كل شويه تطلع لنا بافتكاسه، كل شويه تطلع لنا بمشكله، كل شويه تطلع لنا بحاجه جديده، كل شويه تعمل مشكله. وايه المفاجاه زي ما قلت لكم ان محمد رمضان عشان بيجهز لاغنيه جديده عايزها بقى اول ما تنزل على طول تطلع تضرب ترند. طب يعمل ايه؟ يعمل مشكله قبل الاغنيه على طول فمحركات البحث اوريدي اسمه موجود في اول مفعول محركات البحث على طول، يعني هو ترند خلاص، فاول ما تنزل الاغنيه على طول يعني هو مش محتاج ان الاغنيه تطلع ترند لان هو اوريدي ترند، فاي بحث هتيجي الاغنيه في اول البحث طبعا. دي الحيل اللي بيستغلها محمد رمضان في كل عمل سواء فيلم او مسلسل او اغنيه. ولكن في اعتقادي محمد رمضان يعني انت لو الجمهور فعلا بيحبك وزي ما انت بتقول كده انت نمبر 1 وكل الكلام ده انت المفروض ما تعملش الكلام ده وانت مش محتاج تعمل الكلام ده لان يعني انت عندك ما شاء الله فولوز كتير جدا سواء على يوتيوب او على فيسبوك او على انستجرام، يعني انت الاغنيه المفروض لما تنزل تطلع ترند من غير الحاجه دي كلها يعني. لكن انت شخص بتعمل نفسك ذكي لكن انت مش ذكي، للاسف انت بتفتقد او بتفقد حب الجمهور ليك بالحاجات اللي انت بتعملها دي كل فتره. يعني انا من الناس اللي كنت بتفرج على المسلسلات وكنت بتفرج على افلام اوريدي لسه بتفرج، ولكن يعني نقول ايه انا يعني المواقف اللي انت بتعملها دي بتخليني انا وكل الناس اللي بيتفرجوا عليك او كل الناس اللي من جمهورك يعني بتخلينا ان احنا يعني ما نحبكش
نبدأ ان احنا ننفر منك وما نتفرجش على مسلسلاتك او افلامك. وخلي بالك ان الجمهور ده اللي عملك. لو انت شايف ان انت بقى خلاص كبرت وبقى عندك اسطول عربيات وعندك فلوس وكل الكلام ده، لا، الجمهور اللي بيعمل شخص برضو قادر ان هو ينزله 7 عرض. كلام كتير جدا عن محمد رمضان من زملائه. مادلين طبر طبعا طلعت واتكلمت وانتقدت محمد رمضان وقالت له يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. محمد رمضان كل ما يطلع مشكله يخش للتانيه، كان طبعا اخرها موضوع يعني الكيان الصهيوني ده او تصوير مع مطربين من الكيان الصهيوني، وطبعا اللي تم التحقيق معاه فيها وكان اتمنع عن التمثيل او يعني اتوقف، وبعدين تم التحقيق معاه وقال ان هو مش قصده والكلام ده ورجع تاني. بس كده، لو انت من جمهور محمد رمضان قول لنا انت شايف مواقف اللي بيعملها محمد رمضان دي ازاي وتوجهه او تنصحه بايه. اشوفكم في فيديوهات تانية، وما تنسوش اعمل لايك للفيديو ده، ولو مش عامل اشتراك القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اللي جايه. وفي اخر الفيديو نقول خبر يهمك مع احمد مطوع. سلام عليكم.